بعد عودة حيباب عمر في حمص إلى قبضة القوات السورية، دخلت المنظمات الإنسانية من صليب أحمر وهلال أحمر لإجلاء الجرحى، وأدخلت الحاجات الطبية والمساعدات الغذائية. وأكد مصدر مسؤول في الخارجية السورية أنه عثر على جثتي الصحفيين الأمريكيين ماري كولفن والفرنسي ريمي أوشليك مدفونتين في حمص، وقد ترددت أنباء عن نقلهما إلى دمشق، في وقت بث فيه ناشطون معارضون شريط فيديو يظهر دفنهما، وظهر في الشريط رجل عرف بنفسه بأنه طبيب معلنا هوية المدفونين. في إحدى حدائق بابا عمر لم نستطع أن نضعها في البراد لفترة أطول من ذلك، لأن الصليب الأحمر تم منعه من قبل الأمن السوري بالدخول، ولا يوجد لدينا كهرباء من أجل البراد. ماري كالفن استشهدت في بابا عمر. جمعة تسليح الجيش السوري الحر، تحت هذه التسمية خرجت تظاهرات متفرقة في مناطق عدة من سوريا تهتف لمدينة حمص والمدن المحاصرة في ريف حلب، وطالب المتظاهرون بتسليح ما يسمى الجيش السوري الحر. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما أطلقت قوات الأمن السورية قذيفة مورتر على تظاهرة في بلدة الرستون في محافظة حمص. سياسيا، أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن ما يجري على الأرض في سوريا يختلف عما تتناقله وكالات الأنباء العالمية التي تنقل في شكل انتقائي الأحداث، لافتا إلى أن روسيا تدير سياستها انطلاقا مما يحدث في الواقع وليس كما تكتب الصحافة الغربية، مشيرا إلى أن موقف بلاده من الشؤون الخارجية يحدده الرئيس ووزارة الخارجية. إن موسكو لا تدافع عن أي طرف في سوريا، ولكنها تتبنى موقفا مبدئيا في التعامل مع الأزمة، فهدف السياسة الروسية هو وقف العنف والقتل وإقناع الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الإصلاحات السياسية. بدورها جددت الصين رفضها على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية استصدار المنظمات الدولية قرارات متحيزة وانتقائية. وفي المقابل أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قمة الاتحاد الأوروبي أن فرنسا ستغلق سفارتها في سوريا. أنا أؤيد تقديم جرعة إضافية من المساعدة إلى الديمقراطيين في سوريا ولإقامة مناطق إنسانية على الحدود السورية على الأقل للسماح باستقبال الهاربين من اضطهاد النظام السوري الذي لابد من أن يرحل، لأننا ومن غير الوارد التحرك على نحو مباشر أو غير مباشر، ولن نفعل شيئا ما دام مجلس الأمن لم يتخذ قرارا بذلك. أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فأكد الحاجة إلى البدء بجمع الأدلة الآن، لأنه سيجيء يوما مهما طال الوقت يحاسب فيه هذا النظام الفظيع. غير أن الخارجية السورية وجهت رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول الأحداث في سوريا وتسليح المعارضة، ورأت الخارجية أن قرارات الجامعة العربية والجمعية العامة شكلت ستارا داخليا للتعبير عن الدعم غير المشروع للمعارضة المسلحة، ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.